السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي متابعي قناة ليت جيمز وكل عشاق ألعاب، جانبكم جديد بالقناة من لعبة مودرن وارشب. استوقفني أمر مهم واني أتصفح يا شباب جروب الرسمي للعبة. منشور نشر أحد المتابعين أو أحد الكوميونتي باللعبة، ألاقى إعجابات تعليقات جدا كثيرة، وأتوقع هذا المنشور راح أشوفه الشركة، ما انه وصل عدد مئات من التعليقات واللايكات بالصفحة مالتهم. راح نتعرف على هذا المنشور وهل هذا الشيء اذا طبق ايش راح يصير باللعبة، واضافة هي اتوقع بتكون شغلة وانتقالة نوعية. قبل كل شيء شباب، اللايك والمشاركة مهمة جدا للفيديو. اوكي اصدقائي، طالب صاحب المنشور من الشركة إضافة طائرات للتزود بالوقود باللعبة. لو نجي قليلا هنا للشغلة، هل طائرات تزود بالوقود راح تكون نافعة باللعبة أم لا؟ بحالة أنه حطوا هذا الشيء، وخلنا نشوفكم الصورة يعني مقربة لهذا الأمر. شوفون هاي الصورة قدامكم يا شباب، هاي طائرة تزود بالوقود. باللعبة ما عدنا احنا نقص بالوقود، لكن ممكن هاي الاضافة راح تكون على الشكل الاتي، انه اذا صارت وافقوا اللعبة على هذا الامر تكون اما بدخول طور جديد باللعبة، حتى تكون هاي الطائرات هاي لإعادة الريلود بشنو الطائرات المقاتلة. يعني حاليا احنا عندنا تعرفون حاملة الطائرات، من انت تقصف بالطائرات المهاجمة او الدفاعية او القاصفة تقدر ترجع تسوي شنو ريلود من خلال الحاملة نفسها، يرجع دمك ويرجع شنو عتادك كله كامل. هاي الطائرة ممكن اذا وافقة وضافوها بتوقع راح تكون هي ريلود بالجو، تطير هاي الطيارة، انت من تقصف تكمل ترجع لهاي الطائرة، شو تسوي؟ تزود العتاد مالتك والدم. بهاي الحالة ممكن وحيدة اذا اضافوها وتفيدهم باللعبة، وانا اشوف هذا الشيء راح يكون نقلة نوعية باللعبة، لانك انت راح تطير هاي الطيارة وتكون فوق موقع الاشتباك، بدل ما ترجع الى حاملة الطائرات من مسافات بعيدة راح تكون عندك ريلود قريب الك بمسافات الاشتباك مع شنو؟ مع السفن اللي ضدك او حاملات او الطائرات كذلك. وهاي الطائرة مفروض اذا سووها واقعية تعرض للاسقاط كذلك، حالة من حال القاذفات وغيرها. يعني ممكن انه هاي الطائرة اثناء طيرانها او اثناء مسافتها بالطيران انت تقدر توقعها كذلك بالطائرات او الدفاعات الجوية. لكن الفكرة جدا حلوة وعجبتني اني، لو تنضاف تكون انتقاله باللعبة حلوة، لكن اشوفها بشغلة واحدة فقط، انه اذا احنا كنا في مابات قتال سفن ضد سفن صعبة شوية. اتمنى ينزل مود خاص يكون قتال جوي وبري، واكو دفاعات جوية تستخدمها انت كأنما قاعدة عسكرية او ماب لقتال مدن، وتكون هذه الطائرات هي البديل الرسمي لحاملات الطائرات بالريلود. يا اصدقائي، انتوا رأيكم بهاي الاضافة ان حصلت وان وافقوا الشركة على هذا الامر، وهل انتم مؤيدين لهذا الشيء ام تقول لا تكون اللعبة يعني هذا الشيء خطير جدا علينا؟ انتظر لكم تعليقاتكم على الفيديو وعلى هكذا امور ممكن تحصل باللعبة. شكرا، قدم، مع السلامة.